بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دوما ما زلنا مع الشابتر الثاني بلوك دايجرام ريدكشن تكنيك اند سيجنال فلو جرافس من مقرر التحكم الآلي اوتوماتيك كنترول، ونواصل مع المسائل والأمثلة. وهنا نقدم الاكزامبل 4. Simplify the block diagram shown in the following figure. Then obtain the closed loop transfer function C over R. عندي هذا النظام. والمبتغى او الهدف هو انه how to calculate or how to find C of S تقسيم R of S equal to how many. هنا دوما لابد من يعني في بداية المسألة لابد من اخذ يعني وقت معين حتى نكتشف يعني حل المسألة. ماذا عندي هنا؟ يعني لازم ان افك المسألة بحيث انه اتحصل بعدها على series block واضح او feedback block واضح او مثلا parallel block أو يعني وضعية من الوضعيات التي سبق وأن شرحناها في بداية هذا الشابتر. فهنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ مثلا أنه عندي هذا البيك أوف بوينت. سوري، هذا البيك أوف بوينت. وكنا تكلمنا على البيك أوف بوينت، هاو تو موف البيك أوف بوينت كي تصبح بعد البلوك أو تصبح قبل البلوك. فرضا أن البيك أوف بوينت هذا أحوله قبل الجي 3. ستزداد المسألة تعقيد. لكن عندما أحول البيك أوف بوينت هذا إلى بعد البلوك جي 4، إذا حولنا البيك أوف بوينت هذا بعد البلوك جي 4 انحلت المسألة. First move the branch point between جي 3 and جي 4 to the right hand إلى اليمين of the loop containing جي 3 جي 4 and H2. Then move the summing point between جي 1 جي 2 on the left hand side of the first summing point. أتحصل على هذا النظام من جديد. يعني هنا حولنا البيك اوف بوينت إلى بعد البلوك جي 4، لابد من قسمة الـ H3 على جي 4 زي ما هو هنا. أوكي؟ ثم عندي هذا السامينج بوينت، هذه النقطة أحولها إلى ما بعد البلوك جي 1 وهي يعني الرول الثاني. إذا حولنا السامينج بوينت إلى ما بعد الجي 1، نتذكر الرول كيف نحول السامينج بوينت إلى بعد البلوك، وقتها لابد أن نقسم على الجي 1، وبالتالي يصبح يعني النظام أسهل يعني دراسة واختصاره يصبح يعني أبسط. وهنا يصبح عندي هذا بلوك فيدباك أقدر أسميه مثلا A، هذا أختصره مثلا في بلوك وأسميه بلوك B. بالنسبة لـ A هي how many؟ الـ A هي series block جي 3 جي 4 تقسيم 1 زائد الـ direct path اللي هو جي 3 جي 4 مضروب في الـ H2. ثم بالنسبة للـ B، الـ B كم يساوي؟ بالنسبة للـ B هو direct path هو جي 1 جي 2 تقسيم 1 زائد direct path هو نفسه جي 1 جي 2 مضروب في الـ H1. وبعدها سنلاحظ أن الـ A مع الـ B تعتبر series block زي ما هو عندي هنا، هذا الـ A وهذا الـ B هما يعني series block وفيدباك مع الـ H3 تقسيم G1 على G4. هذا الـ block A، هذا الـ block B، A and B are in series، يعني في النهاية أتحصل على one block اللي هو ايش؟ اللي هو direct path هو A time B تقسيم 1 زائد direct path A time B time H3 تقسيم G1 G4. إذا عوضنا الـ A بقيمتها والـ B بقيمتها أتحصل على الـ closed loop transfer function C of S على R of S هي can be given by this equation. هنا ينتهي الـ example 4، وسنناقش example 5 في الشرائح القادمة.